هاوي متى بدأت؟ متى بدأته؟ طبعاً هاوي كمشروع أو كفكرة مسكتها برنامج جودة الحياة أو مركز برنامج جودة الحياة في 2019. اشتغلنا عليها بالتعاون مع 12 جهة حكومية لأنها تحتاج الإطار التشريعي لها، الهواة كيف يقدرون يمارسون هواياتهم في المملكة بشكل نظامي سلس بالدعم الكامل اللي يحتاجونه، لأن الهواية في الأخير ما هي بمقاييس ومعايير كيف تسوي هذه الهواية ولا كيف تسوي هذا النشاط. طب سؤالي، إيش يفرق يعني هاوي عن أي منصة زي مثلاً فيسبوك؟ في ناس عندها جروبات في الفيسبوك ولا واتساب، خلاص أريد يقول لك أنا عندي جروب، ليه أنا أروح لي؟ ليه أروح لهاوي؟ سؤال مرة ممتاز. طبعاً الخيار للفرد، لأن أنا الحين إذا أبغى مجموعتي تكون تحت مظلة رسمية مدعومة من جهات حكومية، أقدر بسهولة أطلع تصاريح وتراخيص ممارستي لهذا النشاط، أقدر أحصل على دعم في المرافق، في أماكن تجمعي، أقدر أحصل على دعم مالي، أقدر أحصل على لو دعم بسيط مثل أبغى لوجو ولا شعار لنادي حقنا. هذه كلها خدمات يقدمها هاوي للهواة التابعين تحت بعضوياتها. فمجرد أنت صرت عضو في هاوي، أنت هنا فتحت عالم من الخدمات واللي تقدم حالياً بشكل مجاني، بس صرت عضو في هاوي. الناس اللي أصغر من 18 سنة، اللي هو من 9 سنوات 17 سنة، بعد هم مرحب فيهم في هاوي. طب سؤال أخير، هل لازم أصحاب الأندية هذولا والناس اللي تبي تشترك لازم يجوا هنا على المبنى هذا؟ لا، كل شيء سهل الآن مع التقنية. عندهم بوابة هاوي، طبعا هي البوابة حكومية، من خلال بوابة هاوي يحصل على كافة الخدمات.